مرحبا بابا. مرحبا. لاباس عليك؟ عايشك. بالنسبة لك انت عايشت عهد بورقيبة، عايشت عهد بن علي، عايشت برشا طويك ابو الباجي يرحمه وقيس سعيد. ماشي حتى التو. تفضل. شنو الفرق في تونس في السنوات هذه كلها وفي ما بين الرؤساء هذوما الكل؟ ان ربي سبحانه ارسل لها انسان، ربي سبحانه ارسل لها انسان بعد المرحوم الباجي، ارسل لها الرئيس هذا الله يبارك له في الصحة وفي النظر ويعينه على الدنيا والدين. يعينه على الدنيا والدين، لأن كان مش هو رانا مشينا في العفاس، مشينا تحت الساقين. شنو تحب آخر؟ بابا اليوم البلاد هذه مش ما عادش برشا، ولا مش باش ما نكونوش قاسيين زادة، مش بالساهل اليوم إنه بلادنا نحسوا بالانتماء ليها. اليوم ممكن قاعدة شعارات أكثر، فما برشا مصالح شخصية تحكم أكثر. نحكيو عن المستوى ولا وضع العام للبلاد؟ أنا راهو رما الناس هذوما يعني لو كان جمعها زويز اخرين الرئيس هذايا اليوم راهي طابي فير، راهي ارض خضراء، راهي ارض خضراء. اما وحده مسكين الله يعينه على الدنيا والدين. هو وحده هذاك هو حكم رئيس الجمهوريه، يحكم وحده. شوف اسمع نكلمك، راهو برشا ثم ناس انت ظل تتحدث والاخر ظل يتصنت فيك يعني ايش كان؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سنة فيها بابا. بيه شو نقولك على باعتقادك تونس الفترة هذية علاش ظهرت فترة صعيبة اللي نمروا بها في البلاد؟ هو مسكين يعني ما يهون ويندلج ومن بعد الضيق يجي الفرج. يعني توا احنا عدينا 10 سنوات في الميزيريا وفي نعم في المشاكل وفي الهزان والحطان وفي حب الذات وكل انسان يملي روحه والباقي ما بقاه الباقي ما بقى ما انا مسكين ما انا ما عندوش. انا كنا نخدموا كانوا عنا ناس معنا يعني ينتموا الى شعبه الى حزب. الحزب هذايا كان انت شاب سيرفيس يحط عليك شاب سيرفيس برانسيبال، انت مدير يحط عليك مدير برانسيبال، انت معنا شاف يحط عليك دائما. احنا في بلادنا عندنا برشا مسؤولين وبرشا عرفات وبرشا والخدمه ينوب بها رب. الانتاج ينوب به رب. هذيك هي الانتاج ينوب به رب، فهمني؟ لكن بقدرة الله سمع عليم مش تحسن الامور. اما الحاجه الوحيده انا نطلب من فخامه الرئيس يخرج الجامعه العربيه تتنقل، ما عادش في بلقتها تتنقل المكان والمسؤول. علاش طلبت الجامعه العربيه تنقل مكانها؟ خاطر الجامعه العبريه. انا خاطر وقتاش تفكروا حزب الله البارح قالوا حزب الله ماهوش ارهابي. البارح يعني امس. وهالسنين هذه الكل وين كنت ملا يا سيدي؟ وين كنت وقت اللي اسرائيل تعمل فينا ما تعمل؟ اسرائيل ما دقدقتنا احنا لهنا، خير مشطي شكون دقدقوا؟ ما اسرائيل، انت كنت في ركاب اسرائيل وكنت تتحدث مع اليهود وعن النصارى. اليوم يعني كيف جاء ولد الحلال وجاء من يحب يقف، احنا نطلبوا ربي ونقولوا يا رب. يا رجل جميع الدول العربيه راهي شان عربي، تونس وحدها ماش قادر تعمل حتى شيء، ومش بالكلام. تونس والجزائر ولبنان واليمن والعراق وسوريا والباقي الله ينوب. جنوب افريقيا وجنوب افريقيا هذاك يا رب ما سناجا. خليك مع الكاميرا. جنوب افريقيا اليوم سنا كان عندها موقف متميز، موقف نبيل. هذاك هو ما هو حاله هي الباب هي حاله الباب هي حاله الباب تقبل زي ما قبل. كان منصف مانديلا كان احباب ياسر، هو الرئيس برقيبة يرحم، كان احباب ياسر 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 ياسر. انتم من القدم من الناس اللي ديما تامنوا اللي بورقيبه في عهده تونس كانت تفرض رايها، تونس كانت ند للند مع برشا دول وتعطيهم وتفرض عليهم. ما ثماش رئيس اللي قال لامريكا اخرج من بلادي، فهمني؟ وما حشتيش بيك. الرئيس بورقيبه هو اللي قال للسفير نتاعو برا روح. اليوم هم مبطحين. هاو عندنا حذانا يعني مش بيننا وبينها بلاد معناها منبطحه لاسرائيل. ما تسميش اي بيننا وبينها بلاد منبطحه لاسرائيل. علاه؟ تي اخزر يا رسول الله تو هكا بشر يعني يشرب في الماء المنزوز، يعني هكا البشر يعني ياكل في الحشيش ولينا حيوانات.
وإحنا نشوفوا فيهم يموتوا معنا. شفنا سلبية معناها في تعاطي مع القضية الفلسطينية. يعني تو أنت جارك ما خلي ما لا يأمن وجاره بيت للشر، وإحنا هذوك مزوز الدول جيرانهم موتوا بالشر، يأكلوا في الحشيش ويشربوا في الماء المنزوز، وأنت تعطي فيه لإسرائيل وما تعطيش الخوك المسلم. ما تعطيش الخوك المسلم. قلت لي انت انتقدت برشا سياسه جامعه الدول العربيه. اليوم جامعه الدول العربيه جامعه سوريه اكثر منها حاجه اخرى، جامعه التنديدات وكهو امور رمزيه ما هو شوف هالناس هذوما الناس انت تقول انا خادم الحرمين. انت خادم الحرمين، كخادم الحرمين، الحرمين شنو فهموا فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، اثر الرسول عليه الصلاه والسلام والقران المنزول ولا لا؟ مالك كيفاش تعاون اسرائيل وما تعاونش خوك المسلم اللي يقول شهدوا لا اله الا الله وشهدوا محمد رسول الله؟ كيفاش هذاك ما تعاونه اللي يغدر ها؟ وما تعاونش اللي يقول شهدوا لا اله الا الله وشهدوا محمد رسول الله؟ يا رسول الله الماكله ما عادش تونس، هذاك اللي تقدر مسكين تبعت يحصروها من غادي، يحصروها الماكلة يحصروها، ولا يخلوا الإسرائيليين هم اللي يهزوها ينتفعوا. اليوم بابا قضية فلسطينية خذت بعد آخر، خذت شكل آخر. اليوم الغرب نلاحظوا هما ينددوا الغرب بتبيع، هذا حسب الصورة، مظاهرات حاشدة في برشا بلدان أوروبية، بينما بعض رؤساء الدول العربية اللي مفروض تاخذ قرار ما جامدة. ما هو في القرآن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويحق الحق ويبطل الباطل. هما توا تقوى علينا بالمال وبس، بالمال وبالسلاح، تقوى علينا بالمال وبالسلاح، وتقوى علينا بالجماعة اللي ما يقولوش لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه ثم أتقتلون رجل يقول ربنا الله، هذه تو أتقتلون رجل يقول ربنا الله؟ أنت تقول لا إله إلا الله والأخر يضرب فيك بالكرتوش، أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والأخر ما يفكرك ماكل من ويخلي صغيرين يا رسول الله، صغير يا رسول الله ما يقولش ها؟ مال من عندك كبدة مال أنت؟ مال كيفاش تجاري؟ هو قال الرسول وصى على الجار، قال الجار من الجار للجار رحمة، أنت وليت الجار للجار نقمة؟ بابا نفسر مش نفسر انا ومش مبرر. يخافوا على مصالحهم الخاصه، يخافوا لا يصير ضغط على دولتهم. لا مش على دولتهم، على شخصه، على شخصه يخاف، على شخصه يخاف. تموت ما يموت وحده، تموت ما يموت مره واحده. انا مش نموت من الموت، ما نقول كلمتي وانت برا، مش نموت. شكرا لك. كيفاش بلادك ما لقاش فيك الخير تضيعها على خاطر مصلحتك انت شخصيا؟ هي زي هاك لم وبعديش مش خليها وتخرج، مش خليها. كان كثرت تهز 70 دينار معك، ترفق ماش ويديه مربوطه وسقيه مربوطه وبرا عاد عزرين، تفهم انت وياه برا.